محمود بن محمود بن محمود بن محمود وماه جونجي الجونجي الجونجي رجع الكرة التالي رجع الكرة التالي ميلادي ظفر ميلادي ظفر تمشي الحاج خليفة حاج خليفة ناجي هلول ناجي هلول بشير بن عبد الله بشير بن عبد الله عبد الحي عبد الحي يحط الكرة على اليمين ثم شفيق بن حسين شفيق بن حسين يحط الكرة يحط الكرة التالي ناجي هلول نزل نجي هلول يهز الكرة عالية نجي هلول يهز الكرة عالية ثم الحميدي الحميدي ومعه الخف رضا الخف رضا يكون نوري قربوج نوري قربوج الشاب هشام الشاب هشام كمال الزردي كمال الزردي اخوها مرة ثانية الشاب هشام الشاب هشام ومعه فتحي جونجي حاتم وتمشي مباشرة شفيق حكايم شفيق حكايم يرجع الكرة للعب شفيق حكايم يرجع الكرة للعب تمشي الكرة تكون فوزي نوار نوار وجه لي وجه مع الحارس وجه لي وجه يطلب وهدف هدف 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 نوار يسجل الهدف في الدقيقة بالضبط 40 من الشوط الثاني نوار يسجل الهدف ويفتتح النتيجة لصالح أبل حمد سوسة هدف جميل هدف جميل وأظن أن هذا الهدف سيكون هو هدف الانتصار هذا الهدف سيكون لا مثل ما شك سيكون هدف الانتصار لصالح أبل حمد سوسة نوار يسجل الهدف في الدقيقة 40 من الشوط الثاني هدف ما قصرش نوار نوار يقذف باليسار ويسجل هدف ويفتتح النتيجة النتيجة تصبح الآن هدف لصفر لصالح أمل حمد سوسة ترجع كورة نوار نوار كمال الزردي كمال الزردي يهز الكورة تخرج تماس تخرج كورة تماس 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 تمشي تشكور كورة بن محمود بن محمود بن محمود جونجي حاتم جونجي حاتم شاب هشام تمشي كرة تمشي كرة ضايعة تمشي كرة ضايعة نوري قربوج نوري قربوج نوري قربوج كرة تغلط وتخرج الكنية تخرج كرة ضايعة تخرج كرة ركنية لصالح نادي قصر هلال بينما الآن نحن الآن بالضبط في الدقيقة 41 من الشوط الثاني والنتيجة تصبح هدف لصفر لصالح أمل حمام سوسة اللي شنفذ الركنية هو جونجي حاتم جونجي حاتم يمثل الركنية يهز كرة عالية يهز كرة عالية يهز كرة عالية بعيدة بعيدة تخرج تماس تماس لصالح أمل حمام سوسة تماس لصالح أمل حمام سوسة اللي شنفذ تماس نوري قربوج نوري قربوج شنفذ التماس نوري قربوج شنفذ التماس وشفيق بن حسين شفيق بن حسين يهز كرة عالية وتماس تماس لصالح نادي قصر الهلال نادي قصر الهلال شنفذ التماس قاسم علي قاسم علي قاسم علي نفذ التماس وشي كرة مرة ثانية تماس لصالح أمل حمام سوسة تماس لصالح أمل حمام سوسة بينما اللاعب شكون اللاعب نوري قربوج قاعد يتوجع لا يقوم لا باس يقوم لا باس و لهادي هلولي نفذ التماس هادي هلولي نفذ التماس تمشي الكرة تكون القاسم علي قاسم علي تخرج كرة تماس مرة ثانية لصالح نادي قصر هلال نادي قصر هلال اللي شنفذ التماس قاسم علي قاسم علي قاسم علي شنفذ التماس قاسم علي شنفذ التماس ويرجع الكرة للعب يرجع الكرة للعب تمشي كرة عبد الحي عبد الحي ومعاه ومخالفة عبد الحي ومعه جلوزي حمادي ومخالفة مخالفة لصالح أمل حمد سوسة 43 دقيقة لعب 43 دقيقة لعب في الشوط الثاني والنتيجة هدف لصفر لصالح أمل حمد سوسة اللي سجل الهدف نوار قولي نوار قولي سجل في الدقيقة 40 بالضبط من الشوط الثاني النوري قربوج يهز كرة عالية النوري قربوج يهز كرة عالية تمشي بن محمود بن محمود نوري قربوج نوري قربوج نوري قربوج هجوم معاكس النوري قربوج ومخالفة مخالفة مخالفة